قانون الضمان الاجتماعي صدر في 20/10/2016 بموجب قرار بقانون صدر بتوقيع من سيادة الرئيس أبو مازن ويحمل رقم 19. هذا القانون يعني جاء بعد يعني نقاشات وحوارات طويلة وعلى مدار أكثر من 5 سنوات ما بين أطراف الحوار ولجنة الحوار الوطني اللي شكلت في هذا الموضوع وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية اللي ساهمت في إعداد مشاريع قوانين الضمان الاجتماعي في كثير من دول العالم. قانون الضمان الاجتماعي يصبح نافذ إلزاميا على جميع المنشآت اعتبارا من 20/11/2018، أي بعد مرور 24 شهر من صدور القانون، وهذه الفترة هي فترة لبناء جهوزية مؤسسة الضمان الاجتماعي. كما تعلم هناك حاجة لبناء مقر للمؤسسة، استكمال الجوانب الإدارية، أنظمة الإدارية والتشريعية، واستكمال الهياكل والموظفين، وبالفعل هذا ما تم يعني خلال الفترة الماضية. سيتم البدء بتحصيل الاشتراكات من العاملين في جميع المؤسسات والشركات والمنشآت العاملة في فلسطين تحت مظلة القطاع الخاص، بمعنى من هم أصلا خاضعين لقانون العمل الفلسطيني، لأنه إحنا نقسم قطاع العمل في فلسطين إلى قطاع عمل حكومي بشكل أساسي وقطاع العمل الخاص أو الأهلي. قطاع العمل الحكومي هو منظم بموضوع التقاعد من خلال هيئة التقاعد الفلسطينية اللي بتوفر منفعة التقاعد لجميع العاملين في الحكومة. فيما عدا ذلك في جميع العاملين في كافة القطاعات هم ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي الذي نعمل حاليا على تطبيقه. سنجمع الاشتراكات اعتبارا من شهر 11/2018 بعد أن كنا أطلقنا في خلال الشهر الماضي عملية التسجيل للمنشآت والعاملين، وبالفعل نحن اليوم لدينا عدد جيد من المنشآت والشركات وخصوصا الكبرى منها التي باشرت بالتسجيل واستكمال الإجراءات لإضافة العاملين في نظام الضمان الاجتماعي. لدينا اليوم أعتقد أكثر من 4000 عامل مسجل من الشركات. لدينا حوالي 40 منشأة من المنشآت في فلسطين باشرة بالتسجيل، ولدينا العديد من المنشآت اللي في إجراءات التسجيل. يعني النظام يعني يتيح لدينا يعني الاطلاع على المنشآت التي دخلت إلى النظام وهي في محاولة لعملية التسجيل. هناك شركات تضطر إلى الرجوع للمؤسسة للاستفسار عن بعض القضايا الفنية، ولكن نعتقد أن هناك يعني مسؤولية جيدة لدى القطاع الخاص الفلسطيني بالتسجيل والالتزام بقانون الضمان الاجتماعي. نحن أطلقنا النظام المحوسب، موديول التسجيل الخاص بالعاملين من خلال الموقع الإلكتروني المؤسسي، وبالتالي هذا لتسهيل على المنشآت والعاملين للوصول إلى الضمان الاجتماعي والتسجيل في الضمان الاجتماعي. اليوم باستطاعة كل منشأة أن تدخل إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي اللي هو www.ssc.ps. من خلال هذا الموقع هناك شاشة خاصة بالتسجيل، يتم الضغط على هذه الشاشة والدخول إلى مرحلة تسجيل المنشأة بخطوات بسيطة وسهلة، وإرفاق بعض المستندات الخاصة بالمنشأة بداية، يعني زي شهادة التسجيل الخاصة بالشركة، كتاب لتفويض أحد العاملين في المؤسسة مثل مدير الموارد البشرية على سبيل المثال في المنشأة يتم تفويضه بمتابعة الإجراءات في التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي. بعد أن تتم عملية التسجيل من قبل المنشأة يصل الطلب إلى دائرة التسجيل في المؤسسة بشكل إلكتروني، الموظفين يقوموا بقبول أو عدم قبول الطلب إذا كان هناك بعض القضايا غير المستكملة، ولكن إذا كان كل شيء مستكمل يتم قبول الطلب. بمجرد قبول الطلب يرجع نوتيفيكيشن أو إيميل للشركة التي قامت بالتسجيل أنه تم قبول طلبكم، وهذا رقم مستخدم ويوزر يعني يوزر نيم أو باسورد لمفوض الاتصال ليبدأ
بالدخول إلى شاشة أخرى هي شاشة إدخال العاملين، ويبدأ بإدخال بيانات العاملين في الشركة أو المؤسسة، من بيانات الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، بعض البيانات. ونحن بهذا المجال لدينا اليوم ربط مع وزارة الداخلية، بحيث أنه أي رقم هوية يتم إدخاله نقوم بالتحقق أنه تم إدخاله بشكل صحيح، الاسم الرباعي يعني متطابق مع ما هو مسجل في وزارة الداخلية، يتم التحقق من كل العاملين، وبالتالي يتم قبول تسجيل العامل. وبمجرد ما يتم تسجيل العامل أيضا يصدر إشعار من المؤسسة إلى الشركة التي قامت تسجيل وإلى العامل نفسه برسالة على موبايل هذا العامل أنه تم تسجيلك في الضمان الاجتماعي، ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بك هو كذا كذا، وبإمكانك الدخول إلى الموقع الإلكتروني كمواطن أيضا للاطلاع على حركة حسابك، كم اشتراك أنت دخلت في الضمان الاجتماعي وهكذا. اعتبارا من 20/11/2018 يصبح قانون الضمان الاجتماعي واجب التطبيق إجباريا وإلزاميا على جميع المنشآت الخاضعة لهذا القانون، وبالتالي كل من يخالف التسجيل أو الدخول أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي يعرض نفسه لمساءلة قانونية من جانب، وفوائد وغرامات على المبالغ والاشتراكات والعاملين الذين لم يقم صاحب العمل أو رب العمل بتسجيل العاملين. بالتالي المسؤولية هنا هي مسؤولية رب العمل في التسجيل وليست مسؤولية العامل. نحن علاقتنا بالأساس مع أصحاب العمل أو الشركات نفسها التي هي ملزمة بتسجيل العاملين وبتوريد الاشتراكات للضمان الاجتماعي عن هؤلاء العاملين. كل دول العالم لديها منظومات ضمان اجتماعي. الضمان الاجتماعي ليس كما يعتقد بعض الناس أنه هو مجرد قناة جباية أموال، وفي لحظة يعني بعد التقاعد يتم إعادة هذه الأموال بشكل أو بآخر إلى العامل. لا، هناك ما بين فترة الاشتراك وما بين التقاعد هناك كثير من المزايا التي يمكن الحصول عليها من لصالح العامل. على سبيل المثال، نحن عندما نقول أنه عامل اشترك في الضمان الاجتماعي وعمره 25 سنة مثلا، واشترك لمدة سنة واحدة فقط، وورد اشتراكات للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة، ولا سمح الله حصلت له وفاة، مؤسسة الضمان الاجتماعي ستكون ملزمة بدفع راتب تقاعدي لورثة هذا المؤمن عليه، وبالتالي هو نوع من الحماية الاجتماعية ونوع من الحماية لمستقبل العاملين. الراتب التقاعدي هو مرتبط بالراتب الذي اشترك فيه العامل، يعني شخص اشترك في الضمان الاجتماعي وراتبه 2000 شيكل غير عامل اشترك في الضمان الاجتماعي وراتبه 10,000 شيكل، وبالتالي هو مرتبط بالراتب اللي اشترك فيه، ولكن نسبة هي نسبة من الراتب. هي المعادلة في احتساب الراتب التقاعدي هي عبارة عن 2% عن كل سنة من سنوات الاشتراك، يعني مضروبة في عدد السنوات اللي اشترك فيها الشخص أو العامل أو الموظف في الضمان الاجتماعي، مضروبة في المتوسط الترجيحي أو المرجح لراتب العامل خلال آخر 3 سنوات عمل فيها. وبالتالي شخص عمل مثلا 35 سنة في عمله واشترك في الضمان الاجتماعي، 2% ضرب 35 سنة يحصل على 70% من متوسط الراتب الذي كان مشترك فيه في آخر 3 سنوات. قانون العمل هو يعني سيبقى ساري في معظم أحكامه، ولكن قانون الضمان الاجتماعي جاء ليحل محل قانون العمل في بند أساسي، وهو بند مكافأة نهاية الخدمة. بمعنى إنه العامل اليوم الذي يعمل في أي شركة هو عندما تنتهي خدماته يحصل على مكافأة نهاية خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة قضاها في العمل، وهذا بموجب المادة 45 من قانون العمل. أما في بعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ستبدأ الشركات بتوريد نسبة معينة من راتب العامل، تقتطعها من راتب العامل، ونسبة بالمقابل تدفعها الشركة أو المؤسسة اللي هو رب العمل، ويتم توريد مجموع هذه النسب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. هذا بديلا لمكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب قانون العمل. بمعنى أنه رب العمل اعتبارا من شهر 11/2018 لن يكون لديه أي التزام بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل. يقول العامل أنه إحنا
وردنا عنك اشتراكات للضمان الاجتماعي، وبالتالي حقوقك فيما يتعلق بنهاية الخدمة أصبحت موجودة لدى الضمان الاجتماعي. فيما يتعلق بالفترة السابقة هي الحقوق السابقة التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة 116، وقال أنه الحقوق السابقة لنفاذ قانون الضمان الاجتماعي أو للاشتراك في الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة يتم تسويتها ما بين العامل ورب العمل بموجب اتفاق، ودون إجحاف بالحقوق أو تغيير في شروط العقد اللي كان قائم. بمعنى أنه يعني هذه الحقوق العامل إذا كان على سيستمر على رأس عمله في الشركة يأتي إلى رب عمله إلى مديره يعني ويتفق على آلية صرف الحقوق السابقة، لأنه يعني ليس من العدالة يعني إذا ما دخلنا في تفاصيل معينة أنه كل العاملين يأتوا إلى رب عملهم ويطلبوا مستحقاتهم دفعة واحدة وهم على رأس عملهم، لأنه هذا استنزاف حقيقة لرب العمل من ناحية، وبالتالي المؤسسة يجب أن تكون قادرة على الاستمرار. لذلك أنا ذكرت أنه هو اتفاق تسوي ما بين العامل ورب العمل. هناك قد تكون لجنة عمالية نقابة للعمال في الشركة تقوم بالتوافق أو الاجتماعات أو التفاوض مع رب العمل، ووصول إلى أنه قد يتم تقسيطها على مدار سنة سنتين ثلاثة، قد يتم الاتفاق على أن تدفع هذه المستحقات عندما تنتهي خدمات الموظف في الشركة، أنه هذا المبلغ جمد لك كمكافأة نهاية خدمة ويعني ندفعه لك بعد ما أنت تنتهي خدماتك في المؤسسة. هذا قد هذه خيارات يعني تأتي نتيجة التفاوض و الحوار ما بين العامل ورب العمل. الأساس في التعويض عن نهاية الخدمة هو راتب شهر عن كل سنة، الأساس في التعويض. ولكن جاءت مادة أصلا في قانون العمل هي المادة 42، قالت في حالة خاصة إذا كانت هناك استقالة من العامل من الشركة اللي يعمل بها خلال السنوات الخمس الأولى يتقاضى ثلث راتب، وخلال السنوات من 5 إلى 10 يتقاضى ثلثين راتب شهر عن كل سنة، وإذا أمضى 10 سنوات يأخذ راتب شهر كامل. هذا إذا كانت هناك استقالة، ولكن إذا لم يستقل العامل فهو أساسه في التعويض هو حقه راتب شهر عن كل سنة. ونعتقد أنه يعني سيتم خلال بحد أقصى خلال 2 أسبوع من هذا التاريخ سيصدر بيان توضيحي لتفسير التعامل مع المواد المتعلقة بالتعويضات السابقة ما بين المادة 116 في قانون الضمان الاجتماعي والمواد 45 و42 في قانون العمل، سيتم توضيحها في فترة قريبة يعني في الأيام القليلة القادمة. لدينا الشركات المسجلة في الدوائر الرسمية في الجهاز الإحصائي، الجهاز دائرة الإحصاء المركزية، سنحصل على كل المنشآت، وبالتالي سنتابع هذه الشركات من خلال الفرق الخاصة في الضمان الاجتماعي. ولكن نحن نأمل من الجميع أن يكون هذا الموضوع طواعية، لأنه أساسا هو ليس موضوع مثل الجباية الضريبية اللي الناس بتخاف منها أنه هذا جباية ضريبية. هذه حقوق للعامل سيتم حفظها له، سيأخذها في أي لحظة من اللحظات، سواء إذا تعرض لإصابة عمل لا سمح الله. يعني نحن هذه ميزة أخرى نتحدث فيها في الضمان الاجتماعي، أي عامل من اليوم الأول لاشتراكه في الضمان الاجتماعي يتعرض لإصابة عمل تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي ملتزمة بدفع المنافع والبدلات الطبية، ولا سمح الله إذا تعرض لعجز دائم أو جزئي أو مؤقت تقوم المؤسسة بدفع راتب طوال حياة هذا العامل ولورثته، حتى لو كان عمل أو اشترك في الضمان الاجتماعي شهر واحد فقط، مؤسسة ستكون ملتزمة بدفع رواتب التقاعدية إذا عجز عن العمل طوال فترة حياته. هذه ميزات أنا أعتقد يعني يجب أن يعني تستفيد منها الشركات والمؤسسات والعاملين، لأنه رب العمل حتى سيستفيد من هذا الموضوع، أنه سيلقي عن كاهله أو عن كتفه كل الأعباء اللي ممكن تظلها مترتبة عليه اليوم في ظل علاقته مع العمال. إذا انتقلت هذه العلاقة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤسسة الضمان الاجتماعي ستحمل كل هذه المسؤوليات والأعباء عن أصحاب العمل. هذا يتم اقتطاعه من يعني رب العمل اللي بيقوم بدفع الراتب للعامل، قبل عملية دفع الراتب من راتب الموظف الإجمالي يقوم بخصم 7% أو 7.2% من العامل، وهو بالمقابل يعني يدفع كرب عمل 10.9%.
المجموع هو 18.1%. هذا المبلغ اللي هو 18.1 يقوم رب العمل بتوريده إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بأسماء كل العاملين لديه. هناك ثلاث منافع في قانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي في منفعة التقاعد، وفي منفعة الأمومة، وفي منفعة إصابة العمل. منفعة التقاعد اللي هي نسبها 7+9، 7 من العامل و9 من رب العمل. منفعة إصابة العمل هي 1.6% من راتب العامل، ولكن يدفعها رب العمل. العامل ليس له نصيب من هذه النسبة، لا يدفع نسبة منها، جميعها يدفعها رب العمل، هذه مقابل التأمين على إصابات العمل. المنفعة الثالثة هي منفعة الأمومة، هذه يتم اقتطاع 0.2% من راتب العامل، و 0.3% يدفعها رب العمل عن كل عامل لديه ذكرا أم أنثى، متزوج ولا غير متزوج. هذه فيها يعني الفلسفة هي التكافل والتضامن ما بين كل العاملين في القطاع لحماية العاملات الفلسطينيات اللي ممكن السيدة تولد في خلال فترة عملها، تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي هي الملتزمة بدفع راتبها خلال إجازة الأمومة، واللي هي بموجب القانون مش صاحب العمل بصير يدفعها، يعني تنتقل المسؤولية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي يدفعها عن 12 أسبوع. اليوم حتى هي بموجب قانون العمل هي 10 أسابيع إجازة الولادة، إجازة الأمومة اللي بدفعها رب العمل أو صاحب العمل. اليوم هذه بموجب القانون ستنتقل، نحن سنقوم بدفعها مقابل مساهمة العامل ورب العمل، يعني ب 0.2 و 0.3%، كما ذكرت مجموعا 0.5%، وهو مبلغ رمزي جدا. يعني الشخص اللي راتبه 4000 شيكل، هذه النصف المية لا تشكل 20 شيكل يعني تم توريدها للضمان الاجتماعي عن كل عامل. كل من هو مشمول بنظام تقاعدي آخر في فلسطين لا يتم يعني شموله في نظام. الذي يتم تسوية حقوقه السابقة هو من سينتقل إلى الضمان الاجتماعي، أما اللي لن ينتقل إلى الضمان الاجتماعي كما ذكرت موظف هو أصلا يعمل في السلطة الفلسطينية أو بالقطاع الحكومي، ولديه عمل جزئي مع شركة في القطاع الخاص، علاقته عنده علاقة عمل منتظمة مع رب العمل هذا، ولكن كونه يتم توريد اشتراكات عنه إلى هيئة التقاعد الفلسطينية لا يشترك في ذلك، لأنه لا يجوز الاشتراك في نظامين تقاعد، وبالتالي تبقى حقوقه على شكل تعويض نهاية خدمة كما هو مطبق عليه في قانون العمل. صحيح. موظفين العقود اللي بيعملوا مع القطاع الحكومي سيكون المشغل بالنسبة لنا هو الحكومة. الحكومة يجب أن تقوم بعملية الاقتطاع من راتب هؤلاء العمال، وهي من طرفها الحكومة تساهم بالنسبة المطلوبة منها وتوريدها للضمان الاجتماعي. هناك يعني الجهات التي يعني توظف هؤلاء العمال بعقود قد تكون وزارة المالية الفلسطينية هي اللي تدفعه، وقد تكون من موازنات خاصة في وزارات معينة، وقد تكون من خلال مانحين زي UNDP أو خلافه، يعني اللي يقوم بعملية دفع الرواتب. وبالتالي نحن قمنا بمراسلة الحكومة وطلبنا منهم المباشرة بإجراءات تسجيل العاملين بعقود لدى كافة مؤسسات الدولة. الضمان الاجتماعي هو يعني في شقين، في شق النظام الإجباري الإلزامي، نظام التقاعد الإجباري أو الإلزامي، وفي نظام الانضمام الاختياري. هناك إمكانية لكل أو لعدد من الفئات سنذكرها الآن أن يسجلوا وينضموا إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل اختياري. هؤلاء الفئات هم العامل لحسابه الخاص، على سبيل المثال مثل سائق التاكسي كما تفضلت، هذا عامل لحسابه الخاص وبالتالي يستطيع أن يشترك اختياريا. طبيب فاتح عيادة وهو قاعد في العيادة لحاله، هذا يستطيع أن يشترك بشكل اختياري. العاملين في الخارج، في فلسطينيين اليوم موجودين بيشتغلوا في دبي، في أي دولة في الخارج، هذا يستطيع أن يشترك اختياري. صاحب العمل، صاحب العمل لأنه هو يعني صاحب الشركة، شركة خاصة، صاحب هذه الشركة يستطيع أن يشترك اختياريا في الضمان، لأنه ليس له، إذا لم يكن له وظيفة في شركته، هو بس صاحب العمل.
صاحب العمل هذا يريد الانضمام للضمان الاجتماعي يستطيع أن ينضم اختياريا. الفئة الأخيرة هي الشريك، نسميه الشريك المتضامن، الشركاء في الشركات، هؤلاء يعني بنفس مفهوم صاحب العمل، هؤلاء الفئات يستطيعوا أن ينضموا إلى الضمان الاجتماعي بشكل اختياري. وبالتالي يأتي ولي الضمان الاجتماعي، يقوم بالتسجيل، يحدد أو يصرح عن راتب محدد هم يريدوا الاشتراك فيه، نفترض والله 3000 4000 5000 أي رقم ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، ويدفع عنه الاشتراك وينتفع من منفعة واحدة هي منفعة التقاعد. هؤلاء لا يسجلوا في المنافع الثلاث، يسجلوا في منفعة التقاعد لغايات الحصول على راتب تقاعدي، وبالتالي يدفع مساهمته ومساهمة رب العمل. يعني سائق التاكسي كما ذكرت هو يجب أن يساهم ب 16% اللي هو مجموع السبعة والتسعة، هو يساهم فيها 16% من الراتب الذي يحدده بده يتقاعد عليه. مثلا حدد 4000 شيكل، بده يدفع 16% من هذا الراتب بشكل شهري إلى أن يصل عمره 60 سنة ويلبي 15 سنة اشتراك، يستطيع أن يحصل على راتب تقاعدي. العمال يعني داخل الخط الأخضر، يعني هذا موضوع يعني حقيقة موضوع شائك، احنا بنعمل على متابعته بشكل مكثف حاليا. قمنا بتعيين خبراء ومحامين فلسطينيين من الداخل لمتابعة الجانب الإسرائيلي في الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الأخضر منذ عام 1970 وحتى الآن. احنا لا نتحدث فقط عن الناس الذي يعملوا الآن، في ناس عملت في داخل الخط الأخضر منذ عام 1970، وحسب بروتوكول باريس الاقتصادي كان هناك نص واضح أنه عندما تنشأ مؤسسة الضمان الاجتماعي في داخل السلطة الفلسطينية تقوم إسرائيل بتحويل كافة الاقتطاعات التي اقتطعت من العمال داخل إسرائيل، العمال الفلسطينيين الذين عملوا خلال هذه الفترة، إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي. وبالتالي نحن خلقنا نظام داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي هو النظام التكميلي. هذا النظام مبني على نظام المساهمات المحددة، لأنه إحنا لا نستطيع أن نفرض نسب محددة في هذا الموضوع. النسب يتم اقتطاعها من الجانب الإسرائيلي من راتب العامل، هناك عدد من الاقتطاعات يتم اقتطاعها من راتب العامل ويتم حفظها لدى الجانب الإسرائيلي. وللأسف في هذا المجال الجانب الإسرائيلي يستغل العمال، وبعض المكاتب القانونية تساهم في هذا الموضوع. يعني عندما يلجأ عامل إلى محامي للحصول على هذه الحقوق السابقة يتم خصم ما لا يقل عن 50% ما بين أتعاب وضرائب، حوالي 50% من أتعاب العامل تضيع ويحصل على المبلغ المتبقي، وببعض الأحيان يتم احتسابه أيضا بطريقة يعني مغلوطة. وبالتالي الحقوق نحن نشجع العمال أن يصبروا في هذا الموضوع. احنا سنحصل على كل المعلومات المتعلقه بالعاملين الذين عملوا داخل اسرائيل خلال كل السنوات الماضيه، ستنتقل حقوقهم، سنطالب بالمبالغ المترتبه والمتراكمه لهؤلاء العمال لتحويلها الى الضمان الاجتماعي. كان هناك اجتماع بالامس ما بين المحامي من طرفنا مع وزاره الماليه الاسرائيليه، وحصل على معلومات اضافيه كما يعني علمني على الهاتف. واعتقد انه يعني بخلال الفترة القريبة إن شاء الله القادمة سنحصل على كل المعلومات المتعلقة بعامل، كل عامل باسمه. يعني إحنا لن نستطيع الحصول على الأموال ولن نطالب بالأموال بشكل يعني غير واضح. يجب أن نكون نعلم أنه كل اسم من الأسماء العمال موجودة في كشوفات، وكل عامل ما هو المبلغ المستحق له. لا نريد أن نتحدث عن مبلغ نحولكم مليار أو مليارين ولا نعرف يعني لمن تعود هذه المبالغ. نحن الأساس أن نعرف أسماء العمال الذين عملوا، وكل عامل ما هو مستحق، حتى نقوم بتسجيل هؤلاء العمال بالضمان الاجتماعي، ويحصل كل عامل على رقم ضمان اجتماعي، وعندما تصل الأموال تصل إلى حسابه الخاص، وبالتالي نستطيع التعامل مع العمال عندما يأتوا لمراجعتنا أنه نعم هذا اسمك موجود ولك هذه الحقوق وهذه الشروط اللي تتوفر لاستحقاق لهذا المبلغ بالأوقات المناسبة حسب القانون، قانون الضمان الاجتماعي.